فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاء شخص من المدينة إلى مكة، شخص جاء من المدينة إلى مكة ولم يحرم من ذي الحليفة، فلما وصل إلى مكة ذهب إلى السيل وأحرم من هناك، ما يفيده إلا إنسانه ما نوى يوم يمر الحليفة، ما نوى العمرة، فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه. أما إذا كان أنه تعدى وهو ناوي العمرة وتعدى الحليفة فلا يفيد أنه يروح يحرم من ميقات الطائف ولا من ميقات أي المواقيت، ما يفيده، ذا يكون عليه فدية. نعم.